واحد بيقول كيف أركز في الصلاة؟ جاهز. التركيز في الصلاة لا يأتي مرة واحدة، لأن الإنسان ساعات لما يجي يصلي الشيطان يقعد يفكره في حاجات كثيرة كثيرة عشان يخليه يسرح أثناء الصلاة. فأنت حاول أنك أنت تركز، وأنت عرفت ما تتضايقش. على رأي واحد سأل ماري إسحاق كيف أصل إلى الصلاة الطاهرة؟ قال له بالصلاة. أصل إلى الصلاة بالصلاة. كمان أحب أنك أنت قبل الصلاة تعمل لنفسك تمهيد روحي، تقرأ قراءة روحية، ترهيلة روحية، تأمل روحي، نجيش من الانشغال بأمور العالم مرة واحدة وتصلي. هتلاقي عقلك لسه منشغل بأمور العالم اللي كنت فيها. ولذلك قيل على عن احد القديسين انه لما جه يوصل لقليته قعد يلف حواليها ثلاث مرات، قالوا له بتعمل كده ليه؟ قال لهم كنت قاعد وسط ناس بيتناقشوا مناقشه ولسه صوت المناقشه في وداني، فقلت اطلع المناقشه من عقلي قبل ما اخش لقليته. معلش محتاج الوقت،